كانت منافسه جد قويه بين الفرق، وكانوا 8 تاع الفرق بالضبط اللي يلعبوا النهائيات تاع بطوله المغرب، وحنا الحمد لله تمكنا اننا ندوزوا بسهوله للنهائيات، والنهائي تمكنا اننا نفوزوا على الفرقه تاع زناته اللي لعبنا نيت معها السنه الماضيه في النهائي، وحنا الذكور فزنا عليهم 3-0، 3 مباريات لصفر، حيث فزنا في جوج تاع مباريات سامبل وحده دوبل. وبالنسبه للاناث فازوا جوج مباريات وخسروا وحده، كانت منافسة جد قوية، والمباريات دازوا في الدار البيضاء في قاعة بالمسيك. ياسين، باش بنادم يوصل يكون شامبيون دماروك في البادمنتون ولا في أي رياضة، شنو اللي خاص؟ كيفاش سيوصل لهذ النتيجة؟ باش يوصل لواحد انه يولي بطل المغرب، وباش يولي بطل هو انه خصو بعدا خصو الصبر، وخصو لانتريمال ديال لانتريبات المعقول، ماشي يجي يتفلى على راسو ويتريني مزيان ويصبر، ما تيجي داكشي بعام ولا عامين، راه تيجي مع المده باش انه يقدر انه يوصل انه يكون بطل مزيان، ماشي غير شي بطل تاع سنه ولا سنتين. وكانت البطوله كمجموعه من الفرق، كانت 8 الفرق، وكانت اجواء جيده، وحنا في الاخر اللي جينا بطوله المغرب فرق، وهو النادي كوكب مراكشي، وبقينا في الاخر مع زناته واحتلت المرتبه الثانيه. واما في الاناث راه خجينا المرتبه الثانيه الاولى حتى هي والذكور حتى هما. ياسين عمر، كي كان النيفو ديال البطوله؟ هو النيفو كان مزيان، كان كنت نحسب بواحد التطور في ما تيكون نادي كثار، تنحسب بواحد التطور في اللعب ديالنا. الحمد لله حققنا نتيجه ايجابيه، جينا المرتبه الاولى في الذكور والمرتبه الاولى في الاناث، هذا الشيء تيرجع للسي المرنيسي والاستاذه سميه، فالتطور هذا اللي ناتج على الفريق اللي خذ المره الثانيه على التوالي بطولات المغرب وكاس العرش النوبه الثانيه، والحمد لله تنحسوا بنتائج راه غاديه وتتطور مع المده، راه غادي يجي التطور، ومع واللعب مع كانوا فرق قويه في لافينال، والحمد لله استطعنا باننا نحققوا نتيجه ايجابيه. دابا اللي بغى يكون بطل ديال البادمنتون بحالكم انتمايا، شنو الكلمه اللي يمكن تقول للدراري اللي تيشوفوكم دابا وبغاو تاهما يوليو ابطال بحال؟ هي المواظبه ولونترينمون، كل حصه اللي كتكون تدوز يتواضب عليها الانسان، وان شاء الله غادي يكون هي الخير ان شاء الله. البطوله دازت صعيبه الحقيقه، كانوا الفرق في مستوى كبير، والفضل اللي دينا باش دينا الفينال، دينا دوبل دام والدام والام بوحدو، وكانت رجع الفضل كله ترجع للمدربين ديالنا مسيو منيسي ومدام منيسي اللي الحقيقه تعبوا معنا، توصلنا لواحد المرتبه عاليه الحمد لله، وشرفنا الكوكب المراكشي. هبه بالنسبه لكم انتم البنات، كي كانت المنافسه؟ البنات كانت منافسه قويه، واني كنا حنا مستعدين نفسيا ومعنويا، سو قدرنا نتغلبوا على البنات الاخرين اللي كانوا تاهما في مستوى مزيان. هبه انا تنعرفك انت ما بديتيش البادمنتون بواحد المده طويله، ولكن الحمد لله انت دابا مع الفرقه اللي توجت بالبطوله، بالنسبه لك انت بشكل شخصي يعني شنو هو اللي كتسني دابا، شنو اللي كتستعدي ليه دابا، شنو الطموح ديالك؟ الطموح ديالي هو نكون من ليكيب ناسيونال، باسكو اول مره جيت للبادمنتون عجبني لو جو، وعجبتني لا تاكتيك دو جو، وبيت نبقى في ليكيب، بيت نوصلوا على المستوى عالي ان شاء الله. كانوا 8 ديال الفرق، والحمد لله كان واحد النهار غزال، والوليدات لعبوا بواحد المستوى عظيم وكبير وزوين، وكانت حتى التنظيم كان زوين، ما عندي ما نقول عليه، والبريزيدون كان حتى هو حاضر من بعد ما كان مريض حتى هو، وكندوز واحد تنتمناو له الشفاء العاجل، والحمد لله ها هو البادمنتون تيقاو غادي غادي هاد الساعه غادي الحمد لله. لا سميه نرجعوا للكوكب، كيفاش تاتى لكم انه تاطروا وليدات وتكونوهم ويوصلوا انهم ياخذوا بطوله المغرب؟ اش غادي نقول لك سيدي، هو اولا الكوكب مدعمنا دعم جيد، ما تلقاوش زعما شي مشكل، لان البادمنتون اول مشكل عنده هو القاعه. حنا تنحمدوا الله ونشكروا عندنا القاعه هي اول خطوه ديال البادمنتون، اذا هي بلوس حنايا واحد الناس اللي تنخدموا معاهم ولله راه هو تيشاهد بنفسنا، وهما غاديين معانا تنحاولوا ما امكن. حنا باش نهضر في انتر بارونتيز، غدا ان شاء الله عندنا واحد اون جورني ديال سكولير،
احنا المرنسي اللي وقف باش غادي تكون هذا اليوم ديال لا جورني ديال لي زيتابليسمون سكولير دو مراكش بادمينتون. علاش؟ اولا باش الناس ديال مراكش يعرفوا لان البادمينتون ما بقاوش يعقلوا بانه كاين. اللي جات يقول لك حنا ما تنسمعوش هذا البادمينتون، احنا غنديروا غدا يوم عالمي ديال المدرسي. احنا اللي درناه ما دارتوش التعليم، علمنا الناس التعليم، تنتمنوا باش يجيو لان الا جاوا راه هما معانا، ولا ما جاوش راه ما عندنا ما نقولوا، لان احنا داروا لهم يوم عالمي ديال التعليم، ولكن يوم باش عالمي يوم اون جورني ديال لي زيتابليسمون، باش اولا ناخذوا نديتيكتيو دي جون اللي هما ما كاينين، وليدات جداد اللي تيلعبوا، ونفولكاريزيو هذا لو جو اوف على الصعيد المراكش، لان الناس تيقول لك راه حنا ما سمعناهش. اذا مع الكوكب ومع ليتابليسمون العمراني، لانه هو سي بورتي فولونتير، قلنا له راه حنا بغينا نديروا واحد النهار ديال التعليم، قال لك انا هو اللي غادي نعاونكم، انا هو اللي غندعم هذاك النهار. بغى مشينا عند الاخرين كلهم قلنا لهم راه غادي يكون واحد اليوم ديال التعليم، قال لك ما كاين حتى شي مشكل، دابا غدا ان شاء الله يمكن غادي يكون اكبر عدد البادمينتون في المغرب من غادي يبدا. بعد في الليليست عندنا 168 خلق غتلعب، إذن هذا نهار كبير بعدا نبداو به، وعاد نقدروا ناخذوا منه الوليدات اللي غادي يكونوا في المستوى باش ندخلوهم لهذا نادي الكوكب المراكشي ان شاء الله، والانديه الاخرين فين ما مشى شي واحد. المهم حنا بدينا بواحد، لان القاعده شكون هي؟ القاعده هي التعليم من دائما، وحنا نتمنوا غدا نجروا من عندهم شي واحدين باش نعاود نجيبوهم لعند الكوكب، وبعاود نبداو بمسار جديد معاهم ان شاء الله. دابا من بعد البطوله واللي يمكن ولفتوها انكم تاخذوها، شنو الاستحقاق اللي تتفكروا فيه دابا؟ دابا كاين سيدي كاين الشامبيونات ديال دافريك في بوتسوانا، تيوعدنا البريزيدون ديالنا ديال لا فيدراسيون بانه غادي تكون وغادي يمشيو الوليدات، ملي تتكون اول فريق تيبدا تيكون هو الكوكب، لان اوتوماتيكمون هو اللي دا. حنا تنتمناو باش يكونوا هاد الوليدات يكون عندهم خطوه اخرى عاوتاني لا كوب دافريك ان شاء الله. ايوا من بعدها غادي تكون في مود افغيل، اذا دابا واحد الشهرين الا هما مشاو راه ما تيمشيو تيكونوا كلهم الوليدات، لا بلوبار ديال ليكيب ناسيونال كتكون كونستيتوي من الكوكب، اذا 100% نقول لك 75% كتكون كوكب، وحنا تنتمنوا انهم يكون باش يقدروا يمشيو باش يلعبوا باش نعاود نجيبوا، لا واخا نسوغيسكي واحد ان كار دو فينال، ولا وصلنا راه يمكن ذاك العام راه وليداتنا هاد الكوكب وصلوا في الجزائر لان كار دو فينال، ياسين وبلال، اذا نتمنوا عندنا هاد الله يطلعوا لفوق البوديوم. لا سمية كلمة أخيرة، بغيت غير إلا بغيتي تشجعي الوليدات يجيو يديروا البادمينتون ويتعرف أكثر، شنو شي كلمة اللي يمكن توجهي لهم؟ أنا شنو غيمكن لي نقول لهم؟ هاد الناس ديال مراكش كلهم، حنايا البادمينتون محلول للجميع، كاع الوليدات اللي هما عندهم واحد الطموح لواحد الرياضة، راه حنا دوزنا الرياضات كلهم، ولكن سبحان الله هاد البادمينتون عنده واحد الحلاوة بوحدها، هو فردي او ميم طون دوبل ثنائي، ما فيهش لا كونتاكت، ما فيه حتى شي حاجه، نقي ساهل، كيتعلم دغيا الدري دغيا كيولي بطل الا كان قاد ولا كان عنده كان مكمول صحيا وفكريا. اذا انا تنقول لهم مرحبا، وراح نحل لهم يدينا اللي تيجوا تنقول لهم ما كاين، نكملوا لهم غير مرحبا بهم.